والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معكم فيديو جديد في قناة أورنج بي ستوك. وريتكم في الفيديو الأولي هو أني أوريكم عالمي وأعرفكم عن لعبة ماينكرافت. واليوم راح فيديونا راح نسوي ندخل في فيديو اليوم. قلنا لكم بنكمل هذا البيت، بس آسف يا شباب نسيت عنكم وبنيت الجدران وكل شيء. ما عليه، ندخل داخل البيت. قلت بسوي ديزاين الداخلي وياكم. اوكي، اول شيء بنبدأ في المطبخ. اوكي، ناخذ كل الاشياء هذه. اوكي، شوفوها عندي الاغراض اللي تشوفونها عندي، اخذوها كلها. يعني اذا تبون مثل هالبيت، مثل هالمطبخ. اوكي، نحط هذا فوق منه ومنه. اوكي، بعدين نحط هذا منه فوق ذي، واذا تبون تحطونه يعني عليه كذا تحطون الزر منه. اوكي، الحين شناخذ بر. اوكي، كذا نسوي. اوكي، وبعدين نسكره هنا الكرافتنج تيبل. هذا تشوف اشياء تبني. اوكي، كذا. الحين نحط الفحم داخل الفرن، كل الافران اللي هنا. واحد هنا، واحد هنا، واحد هنا، واحد هنا، واحد هنا. يعني تحطون في كل واحد، في كل واحد واحد. حطينا الحين في كلهم. اوكي، ناخذ وينه هذا، نحطه منه ومنه. الحين ناخذ الاكل هذا. اوكي، هذا اللي بنحطه هنا في الثلاجة. اوكي، كذا. اوكي، كذا. الحين نسوي المقعد حق المطبخ، نحط الطاولة حق الاكل. اوكي، ناخذ هذه الاشياء. دقيقة، اي عاد باقي بس شيء واحد ناخذه. اسف، بس كذا كذا كذا. نحط ذيله هنا، ذيله هنا، ونسكرهم. بعدين نجيب هذا، نحط هذا منه، نحط الكراسي اللي بناكل فيها. كذا خلصنا من المطبخ. ثانيا بنروح حق الصالة، ويا هنا. اوكي، الحين راح نسوي التلفزيون. واذا تسوون مثله كذا سووا طريقتي. اوكي، شلون شكله الحين؟ الحين تقولون هالتلفزيون ما في شيء، ما في شيء، وبتشوفون شو بحط. نحط نتفليكس، نشغل نتفليكس على هذا. اوكي، ناخذ هذا وهذا. ايوه، دقيقة، اوبا، نحط هذا منه، نحط هذا. اولا تروحون حق تحت على هذا. اوكي، بعدين ترجعونه مره ثانيه، تضغطون على هذا. اوكي، شفتوه هذا اللي منه. بعد ما خلصتوا من هذا ترجعونه وتضغطون على هذا اللي منه. شوفونا هذا شلون استوى لكم نتفليكس. ونحطه هنا، هذا عندنا التلفزيون. الحين راح نسوي الكنبات. اوكي، ناخذ هذه الاشياء وكل شيء. شوفوا الاشياء اللي قاعد اخذهم انا، اخذوا زيهم عشان تسوون زي هذا الكنب. اوكي، الاشياء. اوكي، اولا تحطون ثلاث بلوكات كذا، ثلاث درجات كذا عليهم، كل جهه واحد منه وواحد منه.
تكسرونهم تحطون ديلة يو دقيقة كذا بعدين اثنين كذا اوكي بعدين حطيتوا كذا تكسرون تحت هنا اوكي بعدين واحد اثنين ثلاثة تكسرونه وتعدلون الارض اللي مستخدمة اللي تعدلون الارض اللي كسرتوها اوكي بعدين هذا اخر شيء ركزوا فاضي واحد اثنين ثلاثة تحطونهم كذا تحطون ديلة هنا ثلاثة من ذيلة هنا هذا يساوي خلصنا الكنب اوكي الحين راح نحط السجادة اللي تطير قدام اوكي حلو كذا الحين بعد ما خلصنا من الصالة راح نحط مكان النوم اوكي وبعدين ناخذ ذيلة وناخذ ذيلة اوكي وبعدين واحد اثنين اوكي ونحط ذيلة نحط هذه الشماعات اوكي تبي تولعهم اذا تعرف مايكروفت تعال شنو ذا الشيء وتولع وذي الجهة بعد اوبا وبعدين نجي هنا ناخذ اي واحد تبي انا ناخذ ذا انا اذا تبي تاخذ زي اخذ ما عليه ونحط السجاد اللي بتصير قدام اوكي كذا خلاص من هالجهات وهنا بعد باقي نحط شاي نحط واحد اثنين ثلاث واحد اثنين ثلاث كذا 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 اوكي نكسر هذا نحطه هنا هم يبولعون المكان الحين عشان تولع المكان واذا تبون تزينون بعد ذي الجهة تاخذون اي واحد تبون انا بحط اللون الازرق كذا اوكي حلو بعدين ناخذ لنا اي جس تبي اي نوع من جس تاخذه اوكي وينه او عرفت وينه واشوف شباب هذا تاخذون تطفي ذيل الاشياء حلو خلصت من هالجهه روح مكان وين تحط اشياءك وهو هنا لا تاخذ شستات اوكي خذ ذيله اوكي 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 كذا تحطونه على اي شكل تبون دقيقه اوكي تحطونه كذا الحين نحط حوض سمك صغير اوكي انا اعلمكم الحين وين تحطونه تاخذون ديله تاخذون نافذات وتحطون الحوض ما منه للاسف من الحوض من حوض السمك اوكي نحطه كذا بعدين نسكره قبل ما نسكره نحطه في السمك اوكي كذا شنو اوكي عدلناه ما عليك ما عليه ما عليه عدلناه تخافون سو عدلناه اوكي الحين ناخذ ذيله ثلاثة كذا اوكي حلو ممكن خلصنا كل شيء في هذا البيت اوكي يمكن خلصنا كل شيء انا ما ادري ايش حطينا وشنو ما حطينا اسمعني اوكي خلصنا البيت ان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي مع السلامة لا تنسوا تسوي لايك شير وسبسكرايب حق هذه القناة مع السلامة أشوفكم بعدين.